الاول اخبارنا مشاهدينا الكرام، الاهلي بيلعب مع شختار وزنت ورايو فاليكانو الاسباني. كابتن خالد، كابتن مجدي طلبه مدير التسويق في النادي الاهلي اعلن ان هناك فريقان سيلعبان مع النادي الاهلي يوم 18 و20 يناير القادم بمشيئه الله في الامارات، هما كل من شختار وزنت سان بطرسبورغ. اما رايو فاليكانو بمشيئه الله هيكون تحدد يعني يوم 27 فبراير، ويعرض هذه الامور على الكابتن حسام البدري يعني اذا كانت هذه الامور تسمح مع النادي الاهلي ام لا. فبراير ولا واحد اول واحد 18 و20 ده في الامارات، بعد كده في 27 فبراير رايو فاليكانو. هو عامه انا اعتقد ان دي بطوله هيلعب فيها نادي الهلال السعودي كمان من غير اللعيبه الدوليين اللي بيلعبوا، هيلعبوا في كاس خليجي 21 اللي هتلعب يوم 5 يناير في دوله البحرين. اعتقد ان يمكن دي بطوله هتلعب فيها مع شختار ومع زينت ومع رايو فاليكانو كمان بالنسبه للهلال السعودي. يعني اتمنى طبعا دي مباراه تدريبيه كويسه جدا، مباراه قويه نظرا للحال اللي احنا فيها، ما فيش نشاط بالنسبه لكره القدم. اعتقد ان دي هتبقى يعني استعداد كويس وجاد وقوي للنادي الاهلي للتحضير للبطوله الافريقيه للحفاظ على اللقب والمنافسات اللي ممكن تكون من اقوى واصعب منافسات هذا الموسم. نعم. بما اننا مرينا بالنادي الاهلي، طبعا سؤال حلقه اليوم، هل تستطيع الانديه المصريه تطبيق نظام الاحتراف في وجهة نظر طبعا الكافة؟